السلام عليكم، حجيتكم ما جيتكم على واحد كقشفار ومنشار كيضرب ويسلخ وما كيشدوش البار، ولكن اليوم فلاتون اللي طاح مع انوار جلال الداودي غادي نمحنك اليوم كيف ما محنتيش على اللعاب. ما تشوش معايا صافي وقف لي تسنى لي عندك ايش قول لي شنو عندك شنو عندك يا لان ربعي زويره مشي موشي مرحبا يلا بالي يا مسلمة مالك بالي يا صاحبي كيفاش بالي بالي يا صاحبي مالك يا صاحبي ديما كتلبقني يا صاحبي مش مقبل بقى خلي دور بالخدمه يا صاحبي داكش العيب وانت غادي يا صاحبي ها جاي كنت شغل الدار يا راه سي كيشوفك شي بعيد شنو بغا الدار بعيد شي ناخل ماشي ناخل من وانت يا صاحبي كتجري الخدمه صاحبي شفتي تميتي غادي كتجري مالك خويا راه ما عارف الحمد لله الدار خوك في الدار راه بقا شغل الدار معاك انا صاحبي سير بقا شغل الدار مرحبا بك مالك راه ما عارف قال لي جينا نبقى تابعني خاص اخويا خاص زيدني شويه قدام زيدنا واحد شويه قدام الله يرحم الوالدين ها؟ لا بس ما دوارة من شحش ما عرفت واش عندك من شحش ميكروب نشان صافي واضح مالك وين سير يا ربي السلامة معاك اخويا يا ربي تبالي يا صاحبي تقابلتيني تبالي يا صاحبي اش كدوخ تبالي يا صاحبي دور بالخدمة ديالك طلع الكريك صاحبي اش كتشوف فيا انا صاحبي كيفاش ما فهمتش مالك انت صاحبي كيفاش ما فهمتش اش كتدير الدار معاك يا سي وقلت لك نرحب بك صاحبي سير صاحبي اسمع راسك صاحبي يا سي راه صاحبي سير انا عارف جيعان عارف ما انا والو انا عارف جيعان من ديال عارف داخل جيعان صاحبي اخويا ما قلت لك قول جيعان ما جيعانش دبر راسو بنادم انا مالي قلت لك شنو كنت نزرع الفلوس بقيت نشدو انا راه كدوخ انت يا صاحبي انا صاحبي حيد خويا صاحبي شنو بقى في خويا وانت حيد صاحبي هذا الشيء من هنا صاحبي تبقى تقول لي صاحبي انت ما صاحبك انا حيد صاحبي انت ما كتبقى تقول لي صاحبي شنو مين شي صاحبي ولا مالك شويه صاحبي لا صاحبي شنو صاحبي شويه صاحبي 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 ما بغيش اخويا انا نشوف الطوموبيل شنو فيها كاع انت حيد لي هادشي يا صاحبي حيد لي تمام يا صاحبي عاب شويه يا اخويا عاب شويه عاب شويه يا اخويا عاب شويه مالك صاحبي داك الباب صاحبي او سد صاحبي داك الباب انا ما نضار معانا واش حيد لي انت جاي صاحبي انت مضار ثاني شوف وتحيد متحيد صاحبي ثاني شوف وانت مع دخلت صاحبي انت وياه لحتي انا جيعان جيعان انت سير انت صاحبي 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 واش واش منيتيش انا منيتيش ولا 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 واش عارف شنو درتي دابا انت وما ما درتش انا بلاتي بلاتي الله يسهل عليك اش واش اش كدير ليا اش مابقاش تفاه فيا مابقاش تفهم شويه 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 انت كيفاش خويا خويا خليني منيني صافي ريح حتى تهربوا ليا صافي ضرب انت ويا ولا نضرب انا ويا ولا نضرب انا ويا دابا ما خليك نضرب واحد 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 راه ما هضر ما والو راه ما هضر ما والو هذيك الدراري الصغار واحد واحد صاحبي وانا ويا صاحبي فين عندك حتى مشكله صاحبي بردنا صاحبي واحد واحد لا عيب صاحبي هاد الهضره صاحبي
واحد واحد اصاحبي واش واش مني شي كتصاحبي حيد حيد الله يسالك باغي العياقه اصاحبي مالك انا عارف وافق العياقه اصاحبي بزاف الله يسالك حيد هاد الله يسالك انا ما يمكنش بلي خليك تكمل اش راه يمكن اصاحبي تخلي نخدم انا غنخدمها والله سير خدمها يلا شنو مالك اصاحبي واش مني شي كتصاحبي انت معصب انا ويا انت معصب خليها عادي اصاحبي ما كايناش شي حاجه انت اصاحبي والله شفت لا حول ولا شي عندنا كاع مبرزطنا كاع من الاول ما كنعرفو حتى بنادم اصاحبي واه خويا غنسافر لك بالوطه ديالك يا خويا ما غاديش نحل المشاكل معاك اصاحبي يا حيد يا سي خويا شي حاجه ثانيه انا ما نمشيش في التعفين انا ما فتحتش التعفيه حمقتيني اصاحبي قلت لك الله يعطيني الزعف الله يعطيني انت قلت لك فين العيال فين العيال فين ضربتهم وفين العيال فين ضربتهم وفين العيال فين ضربتهم وفين العيال فين ضربتهم ما قلتهاش انا وفين العيال فين ضربتهم بلا كل العوين يلا هو معناك يلا مرات باش شوف كيف يجيب عليك انا قالش كيف يجيب عليك يلا الفار الفار ما حكموش وانت كيضرب لنا هذا كياخذ ما كياخذش حمراء الفار الفار ما كيحكموش قاش نشدو انا ريح مع راسك ريح ما كنت لك العياقه ديال والو اصاحبي قاش عياق على الناس ما كنت العياقه نتايا انا ما عرفتش عرفتك انا فلانك انا ما عرفتش انا ما حكمتش مزيان لا خدم خدم انا عرفتك يلا لا لا ما صاف يا سايب وصاف ومن مين من فلوس والتلف فلوس خذ فوق راسك من فلوس يا صاحبي شنو هذا الكلام وقف هنا وانت سير انت وقف هنا وحيد من حدايا صاحبي انت اللي حيد من حدايا انت نفس حيد من حدايا انا حيد من هنا ما حيدوش انا كاع صافي اخويا انا صافي نحول هنايا وين ما عندكمش اخويا شي رساله انا وانا ريسبونسابل هنا انا وانا ريسبونسابل انا كنت نشوف الغلاف انا مرين واش داويني الصراحه هاكا كاعي اليوم جيتي كاعي ما فهمنا حتى لعبه صاحبي واه ما فهمنا والو لك تي ديما كاعي تخرج عنا حنايا كاعيتك وحنا داويين حنا داويين اسمعني انا ما غنبر عليه قال لك باش غنبر علينا دارت دوبه الطريقه ما درتي والو حيت ديك البلاصه ندبر علينا صاحبي سير ندبرش علينا صاحبي بالميمه ملي انت قال لي قال بالميمه تما شقوش مع عندك انا كاع والحمد لله. لا نوري فيه شنو شحال دفع عليك ما دفعهاش. لا ما كانش علي يدفع. لا نوري عليك. فتح شي لعبه راسي اللي عجبتش. ها؟ لا بين لي هنا. 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 انا شفتيش انا شفتيش. يلاه يلاه. انا شفتيش. لا لا لا. لا صح. لا ولا. كيفاش حاس راسي على شويه دابا صحابك انت دابا لا الكره لا دابا الكره انت لا حي هو دابا دابا هو دابا انت نسيت قلت دابا انت نسيت قلت برا دابا انت لا دابا انت لا صح لا تلا وما تلا ما هضابة تحيد تلا ولا شنو ندافعوا معاك دابا انت ندافعوا معاك دابا حنا وندورو دابا لا تندورو راسنا فيك دابا حنا راسنا نديرو فيك وغنهزوك غنهربو بيك صاحبي من الدواء ولا صاحبي كنت كدوي في الوجوه ما والو تباع وكذا غير نهدي له ويديك ان شاء الله غير نهدي له ان شاء الله انا صاحبي انا الشيطان خليها تمزك انا كمان كاع ما هي بالي فيك والله تمزك انا وحق الله شي بلا ما تبني لي فيها انك تعيطني وشي بلا مع الصاحب شي بلا مع الصاحب وانا مني واحد خونا في الطيارات وحق ما عرف لا واش العاب ديال الكره ما عرف لا واش كاين ديال ماشي لعاب بوكسور بالي بوكسور انا تبارك الله باغي يضارب يا رب الغاشي يا خلوني خلاني خلوني خلوني خلاني خدموني هو واقف لي عندك كاين كلام شوف 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 حي حي لا الله حد يكون ثاني لا نرجع نعيط لك اه عند حي الرسول هذا وراح يطالبوا بينا من وراح يطالبوا بينا هذا وراح يطالبوا بينا صافي اوراقات وعادي خذها
بهدلتينا الله يجا بهدلتينا بالله جي جي دخلتي بهدلتينا وصافي مكرفس وا خويا هذا راه خويا خدام معايا هذا وشنو شنو مشكلتك انت تا وليتي معنا فحال ما اه صريحة صاحبي صريحة خليني ما نخدمش انا من هذا الحال حاليا دابا ولا غادي نخدمش انا ولا خليني نخدمش انا والله ما ليه شي حاجة بالله اه ما تعرف انت صاحبي شنو ما يمكنش صاحبي جوج موقع والو جلال دابا منو كتعيط عبد المالك عبد المالك اصاحبي حمراء ولا اربعه تبارك الله عليك اخويا عبد المالك تبارك الله عليك عبد المالك قرار لي شوف فيه ودي عبد المالك رحمني كلشي كيسمعك دابا الله يحفظك ليا اخويا عبد المالك هذا شوف عبد المالك هذا راه كيطير كيتحب راسه ما يتشدش ما كيتشدش في البار كيتحب ما يتشدش انت ضارب انت ولا وصحابك ولا ضيفك ولا ما كاينش شي واحد شوف عبد المالك جلال ما كيشدوش الفار كيتحب ما غيتشدش عندنا لا والو دابا مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا الحلقه ديال اليوم اللي كانت ضحيه ديال جلال الداودي اللي كيسلت شحال من مره للفار ولكن اليوم كان طاح معنا في الكاميرا كاشين عنده فين يسلت والله ما عندي فين يسلت شنو وقع لك شكون اللي صيفطك وصيفطني عبد الملك خويا داك عبد الملك زعما رجل ثقه تقنع فيها خويا وشحال هو تيقول لي راه الدراري صحابي واحد لاتوليي سير راه يشوفوا لك الطوموبيل كوم كوا كبر بيه شوف الدراري جينا دابا نقول لك واحد الحاجه دابا حدثتي معانا دابا شي عامين انا عرفت الا دزتك من شي طريقه ولا هذه ما غاتيقش دابا عبد الملك كنطيق فيه انا عبد الملك ظريف وخويا ولد الناس قال لي سير شوف الدراري هذا قلت له ماشي مشكل انا نمشي قال لي يضربوا لك طليله على الطوموبيل زين انا واحد قال لك جيعان هذا مع الدخله ما جيعان ما مضارب هو هذا ما فهمت والو انا دخلت وما كاين حتى واحد غادي نعم تهضر والدري تما درينا كيشوفوا لي زعما بيناتكم اي والله الا تصيد ولكن اخر مره باقي غادي تصيدني اخر مره عمرك باقي غادي تشوف أكد. لا والو ما كاينش ان شاء الله الا طول الله تبارك الله عليك اخويا انوار تبارك الله هذا هو الوعر وجري دبرت على هذا واحد ضروري صفقه الموسم الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه خويا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك بزاف كنتمنى نكونوا خفاف عليكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم مشاهدينا الكرام عشنا اطوار ديال الحلقه كانت مميزه جدا كانت ضحيه ديال جلال الداودي وكيف ما العاده الجمله الشهيره كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في قادم الحلقات مع ضيوف اخرين ولكن نفس المقلب هنا في لاتولي